يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من أحد أئمة المساجد في أوروبا، يقول إنه يعمل في المسجد وتكثر في هذا المسجد البدعة، والمسؤولون في هذا المسجد يدعون الناس إلى البدع، فهل يجوز له أن يمكث وأن يبقى إماما لهذا المسجد؟ إذا كان ما يمكنه أن يمنع هذا الشيء ترويج البدعة فلينتقل من هذا المسجد أو يترك في الإمامة. نعم.